السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم العنود أو عنودي إكس أو. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن قصة لعبة فايف نايت آت فريدي الأجزاء القديمة. أما الجزء الجديد اللي هو سيكيورتي بريتش راح أخليه مقطع الحالة. برضو كل شيء بقوله بهالمقطع بعضه صحيح وجزء ضئيل منه يعتبر نظريات، وركزوا معي بالقصة زين عشان تفهمونها. فقبل لا نبدأ لا تنسون اللايك والسبسكرايب وشير المقطع، وجيبوا أي شيء تاكلونه عشان تستمتعون معاي بالقصة، ويلا نبدأ. تبدأ قصتنا تقريبا في السبعينات وفي أواخر الثمانينات، لما قرروا شخصين بأنهم يفتحون مطعم، وهالشخصين هم ويليام أفتون وهنري أميلي. كان اسم المطعم فريد بيرز فاميلي دينر. هالمطعم مصمم للترفيه سواء للبالغين أو للأطفال الصغار من خلال الإنيماترونيك اللي هم الآليين، وأيضا يستخدمونهم لتقديم العشاء للزباين. والشخصيات الإنيماترونيك اللي معانا هم فريدي الذهبي وبوني الأرنب الذهبي اللي يسمونه سبرينج بوني، وفريدي فازبير، وآخر وحدة الدمية ماريونت. وهالدمية شغلتها أنها تعطي الجوائز للأطفال اللي يربحون بالألعاب. تم تصميم الإنماترونيك الذهبية بشكل ثنائي بحيث يمكن استخدامها للإنماترونيك أو كبدلة للإنسان عشان يرفهون الأطفال فيها. يعني قصدهم بهالكلام أنه يمدي في هالبدلة هذه استخدامها يعني كبدلة للإنسان، زي مثلا الحين هذول المهرجين مثلا في وينترلاند زي كذا، او ان يستخدمونهم كآليين زي فريدي وتشيكا والطقة ذي. وبسبب نجاح المطعم تم فتح مطاعم ثانية زي سيرك بيبيز بيتزا وورلد وفريد بير اند فريندز وفريدي فاز بيرز بيتزا اللي تم فتح منه 4 فروع. وتم تصميم دمى جديدة زي تشيكا الدجاجة وبوني الارنب الارجواني والقرصان فوكسي. للأسف ان في حوادث مرعبة صارت بهالمطاعم، وأول حادثة هي أن في يوم من الأيام انحجز المطعم لحفلة ميلاد، وبرا المطعم كان في طفل يتفرج عليهم وبدأ يبكي لأنه ممنوع يدخل، وغيران لأن الأطفال كانوا يلعبون ويأكلون كيك بينما هو واقف الحالة في البرد. فجأة يظهر الأرنب الذهبي اللي هو سبرينج بوني من وراء الطفل ويسأله ليش زعلان وتبكي، فشرح الطفل وضعه له. بعدها الأرنب حب يسعد الطفل فقام أعطاه كب كيك، فلما أكل الطفل الكيك بدأ الأرنب يضحك بصوت عالي بزيادة، والطفل المسكين يناظر فيه بنظرة حيرة أن إيش اللي يخليك تضحك علي وأنا توني شرحت لك وضعي وإني زعلانة بأدخل هالمكان هذا. فجأة الطفل حس بغثيان وألم بالمعدة واتضح أن الكيك مسموم. للأسف انخدع الطفل من قبل قاتل متسلسل يسمونه الرجل الأرجواني، وكان وقتها لابس زيبون الذهبي عشان يستدرجه، وهالطفل المسكين كان أول ضحايا الرجل الأرجواني. بعد حدوث هذه المأساة المروعة قفلوا أصحاب هالمطعم أبوابهم إلى الأبد وباعوا شركتهم لمالك جديد. طبعا اللي ما تعرفونه أن الرجل الأرجواني مع الأسف هو المدير ويليام أفتون، والطفل اللي اقتله هي تشارلوت أو تشارلي بنت هنري الزميلة. واللي يقهر في الموضوع أن ما كان في دافع أن يقتلها إلا أن إنسان مريض ومختل. وبنفس وقت الجريمة الدمية ماريونيت انتبه لتشارلوت، فعلى طول طلع برا المطعم رغم انها كانت تمطر وبرد، وهو آلي ما ينفع يطلع يعني في الموية بعدين يخرب يعني. ففي النهاية طاح وزحف لين وصل عندها وضحى بجسم لتشارلوت عشان تسكن روحها فيه. للأسف ان ابو تشارلوت اللي هو هنري ما كان يدري ان القاتل هو زميلة ويليام أفتون. بعدها جت شركة جديدة اسمها فازبير انترتينمنت، وافتتحوا مطعم جديد واسمه سيرك بيبيز بيتزا وورد، وكان مديرها ويليام وهنري نفسهم. لكن الغالب ان المالك الحقيقي هو ويليام أفتون، لان هنري بسبب حزنه على بنته انتحر بفترة قصيرة. كان بهالمطعم دمى آلية جديدة وهم سيرك بيبيز وبالورا وفان تايم فريدي وفان تايم فوكسي وفان تايم بون بون ويندو وإنارد وبيدي باب وإلكترو باب ولولبيت وأخيرا ميني ريناز. وبرضو اللي ما قلته أن ويليام متزوج وعنده 3 أبناء وهم مايكل وإليزابيث وإيفن،
وإيفن يسمونه الطفل الباكي، وبقول لكم ليش يسمونه بهالاسم لكن بعدين. بنت ويليام اللي هي إليزابيث كانت دائما تنجذب للدمية بيبز بسبب جمالها ولأنها تغني وتقدم الآيس كريم للأطفال، لكن أبوها كان دائما يحذرها أنها ما تقرب من الدمية بيبز أبدا وأنه راح يراقبها بالكاميرا عشان ما تقرب منها. لكن للأسف في يوم من الأيام كانت إليزابيث الحالة فيها السيرك وشافت بيبي ويتغني وسعيدة، وبعدين قالت أكيد أبوي قاعد يشوفني بكاميرات المراقبة فعادي ما فيها شيء لو رحت لها. لكن مع الأسف أن ويليام وقتها ما كان يراقب الكاميرات، واللي حصل أن إليزابيث راحت لين عند الدمية بيبي ووقفت قدامها، وفجأة الدمية تسحب إليزابيث وتحشرها بداخل جسمها. والصدمة أن ويليام كان يحذر بنته لأنه مسوي خاصية بالدمية بيبي وهي أنها تقتل طفل واحد إذا كان الحالة. فإليزابيث المسكينة كانت وقتها لحالها بالمكان وانقتلت على يد الدمية بيبي. بعد موت بنت ويليام صار أخوها إيفن اللي هو الطفل الباكي يخاف من الإنيماترونيك رغم أنه قبل كان يحبهم مرة. وبرضو اللي ما تعرفونه أن إيفن كان هو الشاهد الوحيد لمقتل تشارلوت بنت هنري، فبسبب هالحادثتين صار يخاف منهم مرة ويكرههم لدرجة صارت تجي له كوابيس منهم. وغير كذا أخوه مايكل كان قاطع راس الدمية القرصان فوكسي ولابسه زي القناع ويخوف فيه أخوه إيفن على أساس أنه يتشجع ولا يخاف منهم. وبرضو نشوف إيفن كان خايف من شيء ويبكي في مكان زي المستودع وفيه زي رؤوس الآليين اللي هم الإنيماترونيك، لكن المطورين ما طلعوا إيش الشيء اللي شافه إيفن. وفي حادثة مشهورة صارت ويسمونها العضة أو اللدغة رقم 83. كان في حفلة في المطعم الصغير فريد بير فاميلي دينر، وكان الإنيماترونيك الموجودين فريدي الذهبي والأرنب الذهبي اللي هو سبرينج بوني. وكان إيفن خايف من الدمى، لكن أخوه مايك والأصحابه حبوا يسرون فلة ويستظرفون على إيفن بأنهم يلبسون أقنعة تشيكا والقرصان فوكسي وفريدي وبوني. وطبعا اللي سواه أنهم حطوا راس إيفن المسكين في فم فريدي الذهبي وقالوا له يلا يا إيفن عطى بوسة، واللي صار أن فم فريدي الذهبي صار فيه زي العطل أو يعني مشكلة وأكل راس إيفن ومات. ونشوف فجأة إيفن في مكان خالي ومعاه الدمى، ونسمع أخوه يعتذر له بأنه ما كان يقصد أنه يعني فريدي ياكل راسه، هم كانوا بس يعني يمزحون معاه. وبعدها تختفي تدريجيا الدمى ويبقى آخر واحد فريدي الذهبي، فالاحتمال الأقرب أن روح إيفن صارت بفريدي الذهبي. وأيضا في سر كبير خلف الصندوق اللي ظهر لإيفن، لكن ما ندري إيش يعني خلف الصندوق هذا. طبعا بعد حادثة وفاة تشارلوت المسؤولين خلوا الإنيماترونيك بوني الذهبي اللي هو سبرينج بوني خلف المطعم، وما عاد يستخدمونه أبدا كزي يلبسونه الموظفين أو كآلي يستخدمونه زي يعني تشيكا وبوني عشان يخففون حصول جرائم القتل، واستبدلوه ببوني الأرنب الأرجواني. وأيضا أضافوا شخص اسمه رجل الهاتف يعلم الموظفين إيش يسوون وكذا. لكن ويليام آفتون كان يستخدم سبرينج بوني عشان يستدرج الأطفال خلف المطعم ويقتلهم، وهذا اللي فعلا صار لما استدرج 5 أطفال مساكين وقتلهم. وبسبب عدم وجود جثث الأطفال وأدلة كافية اتركوا القضية نفس ما هي. والشيء المؤلم والمرعب ان جثث الأطفال الخمسة طلعت محشورة داخل الآليين فريدي وتشيكا وبوني والقرصان فوكسي في الوقت اللي توظف فيه مايكل عشان كان يبي بيتزا مجانية، وكان يدري عن مصايب أبوه وعن الأرواح. وهنا لما قال رجل الهاتف لمايك إن الإنيماترونيك اللي هم الآليين ما تنظفوا من 20 سنة، والكلام اللي قاله رجل الهاتف غير صحيح أبدا، لأن الآليين ما يطلع فيهم ريحة عفن يعني بالعقل لما نجيها بالمنطق، لأن الحديد يصدي فقط، فكانت تطلع منهم روائح يعني سيئة مو عشان أنهم ما تنظفوا وعشانهم آليين، لا، لأن بالأساس كانوا محشور داخلهم جثث، وشي طبيعي أن الجثث راح تتعفن ويطلع منها يعني أشياء يعني مقرفة زي الدود والأشياء هذه، فراح تطلع يعني ريحة سيئة مرة. أيضا الإلمترونيك كانوا محطوطين على وضعية التجول الحر، فكانوا يطردون مايكل لأن يحاسبونه هيكل خارج من جسمه، وبرضو يحاسبونه الرجل الأرجواني لأنهم يبغون ينتقمون منه.
طبعا أكيد بتقولون كيف مايك رجع للحياة وتوظف في مطعم البيتزا وهو مقتول من الدمية إنارد وبيبي لما كان يدور أخته إليزابيث في المنشأة أو في مصنع الإنمترونيك. السبب أن مايكل لما انقتل من الدمية إنارد قامت قطعت بعض من أجزاء جسمه ودخلت جوا جسمه بعض القطع الآلية، يعني صار كأنه نص آلي ونص إنسان. فبسبب هالشي رجع للحياة بجسمه الطبيعي، لكن تغيرت بشرته مع الوقت وصارت بنفسجية وصاروا يسمون الرجل الأرجواني الثاني، رغم أن مايكل ما كان بيقتل، بالعكس بيحرر أرواح الأطفال اللي بالإنوميترونيك. أيضا مايك استخرج الأجزاء الآلية اللي بجسمه ورماها في المرحاض، فخنقول رجع للحياة مرة ثانية. فوقتها شاف إعلان أنهم يبغون سيكوريتي بنفس المطعم، فهو استغل الفرصة عشان يبي بيتزا مجانية وبنفس الوقت يحرر أرواح الأطفال. أيضا يقال أن عائلة آفتون عليها زي اللعنة، عشان كذا يرجعون للحياة. وأقوى دليل أن مايكل رجع للحياة رغم أنه تعرض للتقطيع، وأبوه ويليام مات بسبب أنه لبس بدلة سبرينج بوني على أساس أن أرواح الأطفال ما رح يقدرون يسوون له شيء. لكن الغبي ما كان يدري أن التعرق والتنفس بكثافة داخل بدلة سبرينج بوني راح تفتح الأقفال، وفعلا هذا اللي حصل ودخلت كل الأقفال بجسمه. لكنه رجع للحياة كسبرينج بوني وجليتش تراب وبرن تراب وسكراب تراب. أيضا في حادثة أخرى صارت وهي العضة أو اللدغة رقم 87، وهالحادثة لها نظريتين. النظرية الأولى وهي إن كان في موظف اسمه جيرمي، وباختصار تم قضم جزء من راسه، واللي هجم عليه بعضهم يقول فان تايم فوكسي وبعضهم يقول الثعلب مينجل، لأن مينجل له قدرة القفز والانقضاض على رأس الضحية، فالاحتمال انه مينجل. وطبعا مينجل يختلف عن فان تايم فوكسي لان شغلته ان الاطفال يفككونه ويركبونه زي الاحجية، فعشان كذا شكله مو بمنسق. النظرية الثانية تقول ان الضحية هي بنت صغيرة، ولما جاء وقت عرض القرصان فوكسي كان فيه زي العطل وتعليق ويهنق فجأة، فالطفلة شافت فوكسي وقالت لامها انه يتصرف بغرابة، وامها حذرتها تبعد عنه، لكن بالنهاية فوكسي اكل جزء من راس البنت الصغيرة، فالمطعم تقفل بسبب السمعة السيئة والمصايب اللي صارت. وغير كذا فرضوا عليهم إدارة الصحة عقوبات على تقارير العديد من الأعمال، ومنها الأعمال العضة أو اللدغة 83 و87، غير الضحايا اللي قتلهم ويليام آفتون. نجي الحين لآخر شيء وهم الإنيمترونيك الأساسيين بالقصة. أول واحد معانا وهو فريدي فازبير، هو دب بني اللون، ويعمل فريدي في فرقة المطعم كمغني رئيسي، ويلبس في السهرات ربطة عنق سوداء وقبعة سوداء صغيرة. يعتبر فريدي أخطر آلي، والسبب يرجع لعدوانيته وشراسته، وهو ثالث آلي تم تحريكه. طبعا الروح اللي تلبست فريدي هي بنت اسمها جابرييل. الشخصية الثانية اللي معانا وهو بوني الأرنب، هو أرنب بنفسجي اللون، وفي الحفلات يلبس ربطة عنق حمراء، ويعمل بوني في فرقة فريدي كعازف جيتار، وهو أول آلي تم تحريكه. طبعا الروح اللي تلبست بوني الأرنب هي ضحية من ضحايا ويليام، لكن غير معروف اسمها. الشخصية الثالثة اللي معانا وهي تشيكا الدجاجة، هي دجاجة صفراء اللون. تشيكا هي الأنثى الوحيدة في الجزء الأول من فنف، وتلبس منديل مكتوب عليه عبارة Let's Eat ومعناها هيا لنأكل. برضو هي الآلية الوحيدة اللي لها طقم أسنان مزدوج، واللي هي أسنان بشرية منزوعة. تعمل تشيكا في فرقة فريدي كمغنية ثانوية، وهي ثاني آلي تم تحريكها. الروح اللي تلبست تشيكا هي بنت اسمها سوزي. رابع شخصية معانا وهو القرصان فوكسي، هو ثعلب أحمر اللون. فوكسي له طريقة غريبة في المطاردة، وهي إذا حس أو شاف مايك متخبي يقوم هو برضو يتخبى مثله، فلما مايك يطلع ينقض عليه فوكسي. القرصان فوكسي هو الوحيد اللي مو من ضمن فرقة فريدي، لأن شغلته يرفه الأطفال ويلعب معاهم، وهو آخر آلي تم تحريكه. والروح اللي تلبسته هي ضحية من ضحايا ويليام وغير معروف اسمها. الشخصية الخامسة اللي معانا وهو فريدي الذهبي، هو دب أصفر اللون، لكن محبين اللعبة يلقبونه بفريدي الذهبي. طبعا في نظريات تقول ان فريدي الذهبي مجرد أوهام بسبب انه يطلع فجأة في غرفة السيكوريتي حتى لو كانت الأبواب مقفلة وبعدين يختفي. وغير كذا لو تلاحظون في زي ستيكر أو بانر الوجهة معلق على الجدار، لكن يتغير إذا مات اللاعب مايك ويصير استيكر لفريدي فازبير العادي. والأغرب أن فريدي الذهبي ما له انعكاس بالكاميرا،
وهذا يوضح لنا أنه ممكن يكون وهم وهلوسة. لكن أنا عن نفسي أقول أنه حقيقي ومو بوهم، لأن لما مات إيفن روح تلبست بفريدي الذهبي، وفريدي الذهبي بنفسه قال ما رح أخليك يا إيفن. طبعا آخر شخصية معانا ما هو بآلي، هو يعني زي رجل السكيورتي بس يسمونه رجل الهاتف. هو يعتبر شخصية غامضة لكن أول حارس ليلي ينجو من الإلكترونيك بالمطعم. طبعا كانت شغلته أنه يلعب دور المرشد اللي مايكل عشان يتخطى كل الليالي بنجاح، وبالفعل قدر يهرب من الآليين، وهو من ضمن الأشخاص المهمين في اللعبة لأنه اللي راح يدل يعني مايكل إيش يسوي في اللعبة وكيف يعني ينجو من الآليين. طبعا بقية الدمى تم تلبسها بأرواح الأطفال اللي قتلهم ويليام آفتون، لكن غير معروفة هويتهم ما عدا سيرك بيبي، الروح اللي تلبستها هي بنت ويليام إليزابيث، وأيضا بنت هنري تشارلوت اللي تلبست الدمية ماريونيت. ففي النهاية نقول أن القاتل المتسلسل ويليام مهما مات راح يرجع للحياة ويكمل سلسلة القتل. وإلى هنا حبايبي وصلنا لنهاية قصة فنا في الأجزاء القديمة. أتمنى أنكم استمتعتوا فيها مرة، وقولوا لي رأيكم تحت بالكومنتات. وبرضو أنا ترى حاولت أني أختصر يعني لأن الكلام مرة كثير وفي أشياء يعني مو مهمة أني أذكرها، وأنا عطيتكم يعني الزبدة أو الأشياء المهمة اللي صارت. فقبل لا ننتهي لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير للمقطع. مع السلامة، أشوفكم في المقطع الجاي.